لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى أكرم نزلهم وسع مدخلهم برحمتك يا رحمن برحمتك يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا مرضى المسلمين برحمتك يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين.